فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصلى خلف رجل صوفي يدعو إلى مذهبه ويقوم بفعل الموالد ويقول عن الشيعة إنهم إخوان لنا؟ هذا لا يجوز تنصيبه إمام، لا يجوز تنصيبه إمام. وأما إذا كان يصلي منصوب للإمامة ولو وجدت أحد غيره، إما تصلي منفرد ولا تصلي معه، صل معه، صل معه، لا تترك الجماعة. نعم.